بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. يرجو. وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. الربح. بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام باللسان خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه إلا فيما ينفعه في دينه ودنياه، أما ما عدا ذلك فإنه عليه لا له، وهو محصى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون ألفاظه وما تكلم به. والكلام المحرم كثير: اللغو، السب، الشتم، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك. والكلام سهل على الإنسان لكنه خطير، ربما أنه يقول كلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب كما في الحديث، وهي كلمة واحدة. فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه. وفي الحديث: من يضمن لما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا حفظ الإنسان لسانه وحفظ فرجه فإنه يدخل الجنة بإذن الله. وإنما غالب ما يهلك الإنسان من هذين العضوين. نعم. بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيع بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب، على الإنسان أنه يفكر قبل أن يتكلم هل كلامه فيه منفعة فيمضي فيه، هل فيه مضرة فيمسك عنه، هل هو ليس فيه نفع ولا فيه ضرر لا يتعب نفسه فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان. الكلام يدل على ما في القلب، فإذا كان الكلام طيبا دل على أن القلب طيب، وإذا كان الكلام سيئا دل على أن القلب سيء. فاللسان ترجمان للقلب، يعبر عنه، يعبر عما في قلبه. نعم. فإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. نعم. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك. أنت تعرف الناس بكلامهم، تعرف الناس بكلامهم، إن كان كلامهم طيبا فهم طيبون، وإن كان كلامهم سيئا فهم سيئون. كلام يدل على باطنة الإنسان وما يخفيه في نفسه، يعبر عنه لسانه. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. منافقين، النفاق يعرف بالكلام. نعم. ويبين لك طعم قلبي اغتراف لسانه. نعم. أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه.
فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث صحيح. أكثر ما يدخل الناس الفم، الكلام يعني، والفرج اللي هو الزنا وفعل الفاحشة، هذا أغلب ما يهلك الناس. وفي الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالقول والكلام هذا خطير جدا. نعم. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. نعم، الإنسان المسلم يعني المؤمن يشق عليه فعل الحرام، لأنه يحجزه إيمانه عن فعل الحرام. وأما القول فإنه يتساهل فيه، ولو كان مسلما ولو كان مؤمنا تساهل في لسانه، ينطلق لسانه بغير ميزان فيجر عليه شرا عظيما. نعم. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا في الحديث، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. نعم. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. أخطر شيء هو الغيبة والنميمة، لأن التساهل فيها كثير، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما في الحديث، والنميمة الوشاية بين الناس، الوشاية بين الناس، ينقل حديث بعضهم في بعض، لان قال فيك كذا وكذا، ثم يصبح الناس يتباغضون بسبب هذا النمام. نعم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا رجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأى أخاه على معصية فنهاه، ثم رآه مرة ثانية فنهاه، ثم رآه بعد ذلك ولم يترك المعصية فغضب وقال: والله لا يغفر الله لفلان. تجرأ على الله عز وجل وأقسم عليه ألا يغفر، هذا من الجرأة على الله ومن سوء الأدب مع الله. الله جل وعلا يريد أن يغفر ويريد أن يعفو ويحب أن يعفو عن عباده وأن يغفر لهم ويتوب عليهم، فهذا يحلف على الله أن لا يفعل الخير. فالله غضب عليه وقال له: إني غفرت له وأحبطت عملك. الله غفور رحيم، ولو كان الذنب كبير وعظيم فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه،
إذا كان الذنب دون الشرك ودون الكفر فهو يرجى له المغفرة ولو لم يتب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب، وهو إلى العفو أقرب. فلا يسيء الظن بالله عز وجل، بل أشد من إساءة الظن أنه يحلف على الله، يعني كأنه يحجر على الله، يمنع الله من أن يغفر لعباده، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. نعم. ما تدري عنه، ما تدري عنه أنه ما تعرفه، ما تدري، لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ولا تدري عن صوبته، فأنت تخاف عليه، لكن ما تجزم، ما تجزم إلا إذا كان عندك دليل من الكتاب والسنة أنه مات على الكفر، وإلا ما تجزم. نعم. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء، ما شاء أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. كلمة واحدة، وكيف بالكلام الكثير. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرته، أحبط الله عمله. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، يهوي بها في نار جهنم. إيه نعم، ما يلقي لها بال، سهلة عنده، ما هي بشيء، وهي عند الله خطيرة جدا. تقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم، تقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. وعند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت، استعجل، واجب الإنسان يتثبت قبل أن يتكلم في أحد. نعم. النمامون كثيرون والوشاة كثيرون، فلا تصدق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا. نعم. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. تنوع الوعيد على الكلمة، تنوع. نعم. وكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. نعم. وكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. اي نعم، لما سمع هذا الحديث خاف وصار يمسك عن كثير من الكلام. يقول بعض السلف: لو أنكم تشرون الورق للحفظة أمسكتم عن كثير من الكلام، ورق اللي تكتب به الحفظة كلامكم، لو ما يجيكم منه إلا لو تشرون الورق لهم لأمسكتم عن كثير من الكلام خوفا على أموالكم، وكيف بالإثم وكيف بالعذاب. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، رأى ثورا يخرج من شق صغير ثم يريد أن يدخل فلا يستطيع، فسأل عنه قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة ثم يريد أن يعتذر عنها ويردها ما يستطيع، تكلم بكلمة خاطئة ثم تريد الاعتذار ما تستطيع تكلم، ما تستطيع تردها أبدا، خرجت انفلتت. فمن الواجب عليك أنك قبل تكلم تحبس، أما أنك تريد حبسها عقب ما خرجت فهذا ما يمكن. نعم. وفي جامعة وأشد من ذلك اللي يتكلمون في الخطب والمحاضرات أو يكتبون من الكلام السيء والكلام الفاحش الذي يغضب الله عز وجل. نعم.
وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى أناسا تشق أشداقهم ثم تعود كما كانت، فسأل عنه قال: هؤلاء خطباء الفتنة، يخطبون في الفتن ويحرضون الناس على الشر وعلى القتال بين المسلمين، هؤلاء هم خطباء الفتنة والعياذ بالله. نعم. في جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث حسن. نعم، هذا في دليل على أن الإنسان ما يجزم لأحد بالجنة، يقول فلان في الجنة أو فلان في النار معين، ما يجزم، ولكن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء، لأنه ما يدري عن الخواتيم. نعم. وفي لفظ: إن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. مثل الحديث اللي قبل، يعني ما يجزم لأحد وإن كان محسنا، لكننا نرجو له الخير. أما الجزم فلا نجزم لمعين إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. نعم. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في الكلام وغيره، إن رأيت مجالا للكلام تتكلم، وإن لم ترى فاترك الكلام، اسلم. نعم. مع سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. والحديث صحيح. قد يكون الإنسان عنده أعمال صالحة كثيرة ولكنه ما يمسك لسانه، فيفسد لسانه، يفسد أعماله ويقضي عليها، يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا وينم، فهذه تحتسب من حسناته، تفنى حسناته ولا يبقى عنده شيء. نعم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. قال الترمذي: حديث حسن. نعم. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفر اللسان يعني تحذره وتخوفه من أن يتسبب في هلاكها. سبب هلاك الجسم هو اللسان، قطعة صغيرة تهلك الجسم كله. نعم. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. إيه نعم، يعني إذا قال اليوم حر ولا اليوم برد يخاف من هالسلمة هذه، لأنه كأن شكاية. نعم. ولقد اللي يقول أكثر أعظم من هذا. نعم. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى الغيث. فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. نعم. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلى هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. نعم. يلعب، يقول نلعب بها. نعم.
وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. حين المشي وحمل الأشياء شاقة على الإنسان، الشغل شاقة على الإنسان، أما اللسان هو سهل يعني يحركها الإنسان ولا يتعب أبدا. يعني أنت تتعب من المشي وتتعب من الحمل والشيل والحط، ولكن اللسان ما تتعب، لو تكلم كلام كثير ما تتعب، مع أنه أخطر الأعضاء. نعم. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهم الأول. أنه يكتب كل شيء حتى الكلام اللي ما هو خير ولا شر، لأنك ضيعت الوقت فيه، ضيعت الوقت فيه، تكلمت شيء ما لك منه مصلحة. نعم. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله وما ولاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. والكلام أسيرك، فإذا الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة، يخاف من لسانه يقول أوردني الموارد، يعني العطب من التخويف من اللسان. نعم. والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. نعم، هذا عجيب، دامك ما تكلمت فهو أسير عندك، فإذا تكلمت صرت أنت الأسير. نعم. والله عند لسان كل قائل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، فقد يقتل الإنسان بسبب كلمة. يموت المرء من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فعثرته بالقول تذهب رأسه، عثرته بالرجل تبرى على مهله. نعم. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مراء مداهن، إذا لم يخف على نفسه. إذا لم يخف على نفسه، أما إذا خاف فيدرأ، يدرأ ما هو أعظم. أما إذا كان ما يخاف على نفسه ويرى المنكر فيجب عليه الإنكار. نعم. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. الذي يسكت عن الحق شيطان أخرس، والذي يتكلم بالباطل شيطان ناطق. الواجب أن الإنسان يتكلم بالحق ويسكت عن الباطل. نعم. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. نعم. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. وما أكثر الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب كثير، ذكر الله، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، كثير المجال. نعم. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلاً عن أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. نعم. فصل. وأما الخطوات،